أنت مسؤول فاسد ومسؤول فاشل ومسؤول كذاب. لو كان كانت الدولة دولة ولو كان كان عندك ذرة مسؤولية تقدم استقالتك. المسؤول الذي يعد ولا يفي بوعده عنده حلين إلى ثالث لهما، إما أن يخرج أمام الشعب ويعتذر ويبرر اعتذاره، يعتذر قال اسمحوا لي أنا غلط وهي الأسباب، يا إما يستقيل. أما أن يستمر في الكذب ويستمر في الخداع ويستمر في المناورة من أجل إطالة أزم، إطالة أمد الأزمة، هذا هو مفهوم الدولة تخلق مشاكل لبقائها، هذا هو. وزير فاشل ويعطي وعود كاذبة ومن بعد كي يكمل ويدير في باله بلي الشعب راهو ينسى، ما ينساش الشعب، ما ينساش. لأنه الآن في 2024 نقولوا بلي كاين وزير كان يكذب علينا بلي قال عندنا أحسن منظومة صحية في البلاد، وكان واحد اخر يقول عندنا احسن منظومه انترنت في البلاد نصدروها للخارج، واحد يقول نصدروا الدول اليابان، واحد يقول عندنا احسن منظومه تربيه وتعليم في البلاد، واحد عندنا احسن كذا، واحد عندنا احسن اقتصاد في. هل كلامهم صحيح؟ كله كذب، كله خداع، كله مهدئات. لكن هذه المهدئات لا تدوم، هذه بطاريات ثم تفرق، ما هيش بطاريات جونسون هذيك التي تدوم وتدوم وتدوم، ما كانش، هذو بطاريات تاع بمطبع. اذا خلونا من الكذب، خلونا نعتمد مفهوم الدولة التي لا تزول بزوال الرجال. لانه ولد عباس ربي يطلق سراحه وراه في السجن، وسلال وفلان 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 كانوا يقولون باللي احسن نظام واحسن دولة واحسن حكومة هي حكومة بوتفليقة، كانوا يعبدون بوتفليقة. نساو أنه بوتفليقة ومنظومة بوتفليقة ستزول. لو كانوا يتكلموا باسم الدولة يقولوا الدولة الجزائرية والحكومة الجزائرية، مش حكومة فخامة الرئيس ووفق تعليمات فخامة الرئيس وتوصيات فخامة الرئيس وبرنامج فخامة الرئيس، وهؤلاء الذين يتكلمون باسم برنامج فخامة الرئيس وتعليمات فخامة الرئيس وكذا الرئيس، هذو كلهم إلى مزبلة التاريخ، عاجلا أم آجلا إلى مزبلة التاريخ. رجال الدولة برك اللي يبقاو، اللي آمنوا بمفهوم الدولة وليس مفهوم الأشخاص. شوفوا عندنا مثال هذو الفاشلين والحقيرين. شوفوا بيان توضيحي إلى كل عاملات وعمال المؤسسة، على إثر الحملة التي تشنها دوائر مشبوهة كانت لها مصالح شخصية في مؤسستنا عن طريق أبواق خارجية معروفة لدى العام والخاص بسمعتها السيئة وعدائها لمصالح البلاد الحيوية، وذلك بالترويج لمعلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة وافتراءات كاذبة تمس بكرامة ونزاهة إطارات المؤسسة الشرفاء من خلال نشر فيديوهات وعناوين عبر مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، الهدف منها حجب الإنجازات التي تحققت بالجهود المتواصلة لعاملات وعمال المؤسسة والبزنس والإصليات في المياه العكرة، بمستغلة في ذلك، يعني مستغلة في ذلك التحضير للانتخابات الرئاسية. شوف يدخلك انتخابات رئاسية ويدخلك وقصد توفية الفرصة على أعداء وكذا 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 وكذا. المهم هذا الخرطي تاع مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي. مؤسسة الإذاعي والبث والتلفزي هذا بسطة مجمع تراح حرض العمال وكذا، عوض أنهم يواجهوا الحقيقة أنهم خدعوا رئيس الجمهورية، خدعوا وزير الإعلام الاتصال، خدعوا مدير الإعلام في الرئاسة، خدعوا وزير الشباب والرياضة، وجابوا تجهيزات إيطالية إسرائيلية وبلعطوهم قال لهم بلي هذه تاعنا إيطالية نشريناها وهي مكرية، عوض أنهم يواجهوا الحقيقة ويعتذروا. لأنه الأمر حقيقي والتحقيقات متواصلة والملف موجود، والآن نعطيكم بالوثائق، الآن نعطيكم بالوثائق. يروحوا يحاولوا يخلطوا الرأي العام ويكذبوا وقالك أبواق في الخارج وكذا وكذا أعداء الوطن ويستغلوا في انتخابات. والله ما تحشموا يا مرخص، والله ما تحشموا يا مرخص، قسما بالله العلي العظيم غير تخلصوها غالية. يحميكم الآن الرئيس أو غير رئيس أو مدير الإعلام أو وزير الاتصال أو رئيس الوزراء أو أي كان يحميكم عام عامين، لكن هذه الجرائم قسما بالله غير تخلصوها بالدوبل. لأنكم ليس فقط أخطأتم وأفسدتم، أكثر من هذا أنكم تكذبوا، تكذبوا الله يذلكم. أنا قبل بالأمس نظن قلت لكم أنه لدي معلومات رسمية من داخل الباطة، من داخل مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي، أنه رايحين يخدعوا الرئيس ويخدعوا السلطات، والماتريال اللي جابوه
نتاع البث الاذاعي والتلفزي اللي قلت لكم ايطالي اسرائيلي ماتريكيل اسرائيلي نيميرو تسيري مكتوب فيه ميد اسرائيل. انا الان نطلب مصالح الامن تروح تحقق حق ولا لقيتو بنز دير يكذب نزلوا بيان قال يكذب. انا عندي معلومات رسميه تجهيزات مكتوبه باللي صنعه في اسرائيل ومش فقط في صنعه في اسرائيل صنعه في اسرائيل ومضخمين الفواتير مضخمين الدراهم باش يهربوا دراهم لايطاليا ويتقاسموا في بيناتهم. افتحوا تحقيق تلقاو افتحوا تحقيق وراه ماشي التحقيق. راحوا الماتريال هذا قال لك مادام فقونا وفضحونا وكذا وكذا ايا نهربوه. انا شفتهم قلت لهم راهم رايحين يهربوه ووجهت رساله الى مدير الجمارك ومدير ميناء يعني جمارك ميناء العاصمه قلت لهم راهم رايحين يهربوه. هما قال لك مادام راهم يعسوا فينا في البور ايا نزربوا مادام الرئيس راه ولاتي بالتدشينات 5 جويليا حطوه في الصنادق تاعو كسكوه في الصنادق تاعو وداوه للمطار الشحن داوه المطار الشحن فيها وليد بومدين باش يشحنوه في طائره ويهربوه لايطاليا بالتواطؤ مع بعض المسؤولين في اعلى هرم السلطه. نعم وعدنا اسمائهم بالتواطؤ. الان الصناديق تاع الشحن هذه راهي موجوده في مطار وليد بومدين. انا نقول تتحملوا المسؤوليه كلكم سواء رئيس سواء مدير الجمارك جنرال بخوش انت مسؤول امام ربي وامام الشعب وامام القانون لانه هذه مسؤوليه الجمارك وكل المسؤولين خاصه الجمارك لانه السلعه هذه راح يخرجوها يعاودوا يهربوها النيميرو السيري تاعها ماهوش تاع السلعه اللي كراوها بل اللي شراوها. هما راح يخرجوا السلعه اللي شراوها على اساس انهم اللي كراوها وراح يرجعوها لان كشفناهم. اذا هذه المؤامره لما كشفناها يروحوا ينزلوا بيان قال لك اللي ما في كرشو التبن ما يخاف من النار لانه لو كان ماهمش دايرين وجريمة شكون اللي يهدر على القضية هذه؟ هدر بنزديره علاش نزل في بيان؟ خليه يهدر ما دام درت بيان تنديد وتكذيب وكذا ودخل فيه انتخابات رئاسية ودخل فيه الخرش والكابويا معناتها راك دايرها معناتها راك دايرها في كرشك تبن في كرشك تبن صح. شوفوا لنا نعطيكم هذه الوثيقة تشوفوها هذه شوفوها معايا ومن بعد لنا هذه الوثيقة اللي راهي رخصة استغلال تجهيزات حساسة هذه واش من التاريخ 12 مارس 2023 12 مارس 2023 وهم الوثائق التجهيزات الحساسه اللي راهم جايبينها تعيين التجهيزات هاي امامكم وننشرها لكم بعد كده في الموقع في فلاش نيوز وننشرها لكم في الفيسبوك. هاي التجهيزات مؤسسه العموميه للبث الاذاعي والتلفزي هاي 11 مارس 2028 تخلص انتهاء الصلاحيه في 11 مارس 2028 وهذه بدات في 12 مارس 2023 يعني عندها 5 سنوات صلاحيه. الغريب في الامر انه معلومات مسؤول الشبكه دير لادريس في دارو الاسم بسطام رشيد المهنة مدير عام رقم التليفون كذا الفاكس كذا العنوان شارع داودي علي دواودة وسط فوكا دائرة فوكا زعمكش ولاية تيبازا الرقم كذا دير لادريس في دارو مش حتى في بوزريعة والمؤسسة وكأنه يسير في شركة خاصة. زيد هاي التجهيزات أمامكم نوع وطبيعة التجهيزات هاي أمامكم كل المعلومات الرسمية هاي وين المواد هاي أمامكم كل هذه التجهيزات اللي جابوها من إيطاليا وإسرائيلية الصنع هاي وين هنا كل شيء الماتريكيل تاعها كلها معروفة من شركة إسرائيلية. هاي التجهيزات هذه التجهيزات اللي من شركة إسرائيلية بالأدلة ونشرها لكم تقراوها مليح مليح وقتاش مخدومة 12 وقتاش هسه نشوفوا لادات 12 مارس يا خاي قدامنا شوفوا معايا 12 مارس 2023 العام اللي فات. لماذا؟ لأنه رئيس الجمهورية قال لهم دشنوا المحطة في ماي 2023 العام اللي فات. وش يدير هذا بسطام؟ هما خبروه قبل 6 شهور كان يستنى حتى يبقى شهر ولا شهرين وبعد كيدخلها في استعجالي. قال هذا تعليق وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية وأمر استعجالي وكذا وخطير لازمنا نزربوا ندخلوها. وبرعطوا الوزير السابق اللي هو أبو سليماني ودخلوها مسكين منا ومنا وطبعوها مع جماعه نتاع مخلطه منا ومنا ودخلوا السلعه ما قدروا يكونتروليوها خاطش كاين واحد يقول لك كيفاش ما قدروش يكونتروليوها وما قدروش يعرفوا لانها جات في بند استعجالي مستعجل. ازرب الرئيس قال لنا ازربوا ودخلوا هذا براسكم وهذا بسطام يقول لهم كل ما تدخلوهاش راه يصرى مشكل بينك وبين الرئيس اذا الناس كل يخافوا خلاص خليه تدخل. الجمارك في روحهم يقول لهم يا ودي هذه راه الرئيس قال لكم لازم في ماي نديروها مارس ابريل ماي شهرين تروح تجيب انت السلعه تجهيزات الكترونيه وفنيه وتقنيه دقيقه وحساسه تجيبها في شهرين وتركبها باش تبلعط الوزير والرئيس. وهذا بسطام ماهوش اول جريمه يرتكبها
في مؤتمر الغاز اللي في وهران نفس الشيء، قال لهم باللي وفقا لرئيس الجمهورية أجهزة البث وكذا لازم تجيبوا ماتريال مستعجل غرياغري، ما يدروا لا أبل دوف لا مناقصة لا والو، قال منشوا عليهم طول. الشركة هذه الإيطالية ام 3 عندهم 17 صفقة بالوثائق، 17 صفقة دايرها معاهم بسطام، 17 صفقة معاهم. سؤال مطروح، هل توجد شركة 3 الحمد لله 3 ام 3 فقط اللي تبيع هذه التجهيزات؟ وعلاش ام 3 فقط؟ وعلاش ام 3 اللي تركب ولا تصنع وتشري التصنيع من اسرائيل؟ لانكم تدوا رشوه في حسابات في ايطاليا وتغلفوها بطابع الاستعجالي، قال وفقا للتعليمات فخامه رئيس الجمهوريه قالنا في ماي ديروها، دونك في مارس لازم نشروها. علاش ما شريتهاش في اكتوبر وديسمبر بالعقل؟ خلي الملف مرقدو، كي يبقى شهر على مؤتمر الغاز تروح تشري ماتريال، كي يبقى شهر على بطولة الشان تاع كرة القدم تروح تشري ماتريال، كي يكون عندك بقاولك دقائق على مؤتمر القمة العربية تروح تشري ماتريال. هذا بسطام يختار الوقت المناسب ويروح يدير صفقة غريغل بحجة الأمر مستعجل، مؤتمر الغاز، قمة العربية، الشان تاع كرة القدم هذاك تاع وهران، والآن محطة بوشاوي بالإضافة إلى محطات أخرى، يعني قصدي صفقات أخرى عددها 17 عقد مع شركة ام 3 الإيطالية التي تتعاون مع الشركة الإسرائيلية، والآن الماتريال محطوط في مطار هواري بومدين. أي واحد يتواطأ أو يتورط في هذا الملف سيندم ويدفع الثمن ولو بعد حين، مهما كان المنصب تاعه. هذا الملف جريمة في حق الاقتصاد، جريمة في حق الأمن القومي، لا تموت بالتقادم، ما تموتش بالتقادم. والدليل أنهم ها هم وين فضحوا رواحهم، دايرين بيان توضيحي. وقتاش لطرواجوي؟ اليوم دايرين بيان توضيحي، طبعا بعد ما أمرهم بسطام قال لهم كوفريوني، خلات علينا لازم نقولوا أبواق في الخارج وخوانا وعملاء، صار احنا الخوانا يطححنا، احنا اللي ننبوا في الشعب ونحذروا في رئيس الجمهورية وندافعوا على مصلحة البلاد، ولينا احنا المخلطين والخونة، وانتم اللي تتعاونوا مع اسرائيل وتتعاونوا مع الشركات المشبوهة وتعمروا في الكونت تاعكم في الخارج، انتم وطنيين واحنا اللي نكشفوا فيكم، ولينا احنا عملاء وخونة. قاسما بالله نشرح لكم بنطلون واحد واحد، مهما كانت مناصبكم ومهما كانت رتبكم ومهما كان نفوذكم، اذا كان ما خفناش من الطحاحنة اللي قبلكم الوية ووزراء وكبار القادة ما خفناش منهم يطحاحنا وبوناهم، خافوا منكم انتم يا اشباه الرجال يلي يحكموا فيكم نساكم، قسما بالله العلي العظيم غير تخلصوا غالية. والايام بيننا نزلين بيان يطحاحنا، تعذروا تمعنيوا على سيدكم بنزلين اللي فضحكم يطحاحنا، قسما بالله غير تخلصوا غالية. والايام بيننا، انا جايينكم بالعقل. مفخرة أخرى نفتخر ونعتبر.